سادة مشاهدي قناة مدرمان الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مثيرون للجدل، حلقة أتشرف كثيرا أن يكون ضيفي فيها الأستاذ والكاتب الصحفي الكبير زهير السراج. قبل أن يدخل الأخ زهير السراج بتقديم نفسه وبتحية المشاهدين في تقرير بسيط نشوفه مع بعض. قلم جريء كافح ونافح حكومة الإنقاذ المخلوعة منذ سنين أمدا، ظل صلبا على مواقفه ومبادئه على الرغم من التغيرات والعواصف التي عصفت بكل شيء طوال 30 عاما الماضية. عرفته آلة التعتيم والتكميم شرسا وملحاحا على مر السنين، وكان أول من أيد حكومة الثورة من خلال ما يكتب، إلا أنه في الأيام الأخيرة انقلب عليها، فتارة يصفها بالحكومة الضائعة، وتارة أخرى يصف مكوناتها السياسية بمتحجرة الفكر من خلال تعقيبه على لقاء البرهان ونتنياهو. السراج ظل في موقف العدو بمواقفه الأخيرة وانتقاده اللاذع للحكومة الانتقالية، فلماذا هذا التباين في الآراء والأفكار والانقلاب إلى النقيض؟ فكأن الرجل يريد أن يقول أن صوتي لم يسمع، وحينها وقعت الواقعة. فلماذا هذه المعاداة للحكومة الانتقالية وهي الأحوج إلى الدعم والمساندة في ظل الأوضاع الحالية والضغوطات التي تمر بها؟ زهير السراج، مرحب بكم سادتي المشاهدين مجددا. أستاذنا الكبير الأستاذ زهير السراج، مرحب بك على قناة مدرمان الفضائية، برنامج مثيرنا للجدل. أهلا وسهلا أستاذ بكر مدني، وأهلا بمشاهديك، وأنا سعيد بوجودي في قناة مدرمان وسعيد بمخاطبة مشاهديك في كل أنحاء العالم. مرحب بك أستاذ زهير. تقرير مختصر يعني يمكن يكون ألقى الضوء على مواقف متباينة للأستاذ زهير السراج، لكن حقيقة أنا داير أبدأ الحلقة دي على أساس أنها تكون حلقة توثيقية أكثر من أنها حلقة مرتبطة بأحداث وأشخاص بفترة محددة. أستاذنا زهير، بنعرف أنك تنقلت بين العديد من الصحف، وتاريخك تاريخ مختبر في الصحافة السودانية، حد معلوماتي أنك بديت بالرأي العام. يعني باختصار شديد ما دار أخوض في سيرة طويلة، لكن يمكن ما تصدق لو قلت لك أنا اليوم أكملت 40 عام في العمل الصحفي. 40 عام، ما شاء الله تبارك الله، 40 عاما كاملة العمل الصحفي المتصل. العمل الصحفي المتصل كانت بداية في صحيفة الأيام سنة 1980، كان وقت ذاك نائب رئيس التحرير حسن ساتي، وعرض علي حسن ساتي عندما التقيت به في إحدى المناسبات بعد اطلع على بعض كتاباتي أن أتعاون معهم في صحيفة الأيام، فذهبت إليه في المكتب وأعطيته مقالين للصفحة الأخيرة، ووضع المقالين على الترابيزة وقال لي أنا حقراهم وإذا لقيتهم صالحين للنشر حنشرهم. سنة كم الكلام ده؟ 1980. 80 أيام الرئيس أيام نميري. نميري. بعد 3 أيام فوجئت بالمقال أول منشور في الصفحة الأخيرة. وقتها كنت طالب أنت؟ طالب في جامعة خرطوم. ضمن تيم اليوميات. وتيم اليوميات كان حكري على مجموعة من الكتاب الكبار جدا، أحمد سليمان المحامي، عبد الله الحسن المحامي، الطيب محمد الطيب، العمدة الحاج علي صالح، ومجموعة من وطه بعشر. يعني من الصعب جدا أن تقتحم، تلقى لك فرق وسطهم كده، تلقى فرق وسطهم. نعم. فنشر مقالي الأول. بعد 5 أو 6 أيام فوجئت بمقال ثاني منشور في نفس المكان مع تقديم من الأخ مصطفى أبو العزايم في عمود في الصفحة الأخيرة، وبعد ذلك انطلقت المسيرة. بعد كده اشتغلت في عدة صحف، من الأيام إلى الصحافة إلى الرأي العام إلى الرأي الآخر إلى الأسبوع إلى السياسي إلى كل الصحف السودانية التي يعني يعرفها الناس. أستاذ زهير، يمكن ملاحظة عابرة كده، ما تقلدت منصب رئيس تحرير؟ الحقيقة أنا ما كنت أصلا مطلع لأنه أبقى رئيس تحرير أو نائب رئيس تحرير أو مدير تحرير أو رئيس قسم.
مع كل هذا التاريخ مع كل هذا التاريخ. لكن أذكر في مرة من المرات الأستاذ محجوب محمد صالح عندما كنت أعمل في صحيفة الأيام، كنت أكتب عمودي اليومي مناظير في الصفحة الأخيرة للأيام في عام 2003، ناداني الأستاذ محجوب إلى مكتبه وعرض علي منصب نائب رئيس تحرير الأيام، وقال لي بالحرف يعني أنا يا زهير عايزك تكون نائب رئيس تحرير الأيام لمدة 6 شهور، وبعد 6 شهور دي أنا هتنازل لك عن منصب رئيس التحرير، فرأيك شنو؟ قلت له أستاذ محجوب والله ده عرض طبعا أذهلني جدا ويشرفني يعني أكون نائب رئيس تحرير لصحيفة أنت رئيس تحريرها، لكن دعني أفكر لأنه أنا لدي ارتباطات كثيرة في الوقت ذاك. أنا كنت الحقيقة بعمل في بحث بتاعي خاص بالدكتوراه، وفي نفس الوقت كنت أساعد في بحوث أخرى، فاستشرت مشرفي فلم ينصحني، فاعتذرت اعتذار شديد جدا للأستاذ محجوب، وأنا متألم جدا، ويمكن ده المنصب الوحيد في حياتي أنا تألمت جدا وندمت على عدم قبوله. رئاسة التحرير. رئاسة التحرير، لأنه لو 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 أصبحت نائب رئيس تحرير الأيام، حتى لو لم أعد لم أصبح رئيس تحرير الأيام، كان ذلك يكفيني فخرا بتاريخ الأيام العريض وللعمل مع الأستاذ محجوب إلى آخره. بعد ذلك عندما ساهمت في لا زال العمر يسمح برحلة جديدة يا أستاذ. والله أتمنى ذلك. أنا رغبتي حتى أن أصدر صحيفتي الخاصة بي وأعمل على ذلك. صحيفة ورقية. صحيفة ورقية وأعمل على ذلك. وأنا الحقيقة عرضت علي فكرة من مجموعة من المستثمرين السودانيين ولديهم شركاء عرب في إقامة مركز أبحاث وتسويق يصدر صحيفة ويصدر قناة فضائية ويصدر مركز أبحاث ومركز استطلاع رأي. لازلنا في مرحلة المباحثات الأولية. إذا الظروف سمحت إن شاء الله سنزع إليه. إن شاء الله. إن شاء الله. سأزهر من ملاحظتنا مع هذا العدد الكبير من الصحف إنه دائما ما يصاحب خروج زهير من أي صحيفة جلبة وإثارة، ودائما ما نقرأ لزهير ينتقد الصحيفة التي خرج منها، يرميها بحجارة من خارجها. ليس ذلك صحيحا. حصلت يعني في الرأي العام؟ حصلت في الرأي العام. ما حصلت الحقيقة، أنا لما خرجت من الرأي العام أخرجت من الرأي العام بدون أي مبررات، كنت مظلوم ظلم فادح، وخروجي من الرأي العام لم يكن له علاقة بالرأي العام أو عملي في الرأي العام. بالمناسبة أنا كنت مؤثر جدا في الرأي العام، أنا كنت أكتب عمود يومي في الصفحة الأخيرة للرأي العام ثم الصفحة الخامسة بعد عودة بختامي من إجازته، كنت أحرر صفحة علمية، كنت أحرر صفحة منوعات وأشرف عليها، وكنت أكتب تحقيقات وحوارات وأشارك مع الإخوة المحررين مثل الأستاذ ضياء الدين بلال، كنت أكتب استراحة أسبوعية. أستاذ إدريس حسن أجبرني على أن أكتب استراحة 3 مرات في الأسبوع. هل تعلم كمية هذا النشاط لصحفي في صحيفة واحدة؟ رغم من ذلك خروجي من صحيفة الرأي العام لم يكن سببه الرأي العمل الصحفي. كان في الوقت ذاك أنا والصديق عثمان مرغني والصديق البوني اقترحنا أنه نعمل نادي الصحافة. نادي الصحافة. وفعلا قطعنا شوط طويل جدا. وأثناء النقاش اللي هو جسم يعني جسم لنادي الصحافة زي نادي الصحافة في باريس، نادي الصحافة في نيويورك. البلد كانت محتاجة لنادي يتلموا فيه الصحفيين ويستضيفوا فيه مجموعة من السياسيين والعلماء وبتاع، يديروا معهم حوارات اقتصاديين آخرين. ففي النقاشات وصلنا لأنه مبعد رؤساء التحرير من هذا النادي عشان ما يجونا بصراعاتهم، لأنه كانت في صراعات بين رؤساء التحرير وما عدا أستاذنا محجوب محمد صالح باعتبار أنه هو كبير القوم يعني. قلنا لازم يكون هو الرئيس الشرفي لنادي الصحافة. الحكاية دي يعني أثارت غضب الأستاذ إدريس حسن الله رحمه الله واعتقد لسبب أو لآخر أنه أنا وراء هذه الفكرة، مع أنه وراء فكرة استبعاد رؤساء التحرير كان وراء عثمان مرغني رئيس التحرير حاليا رئيس التحرير حاليا في التيار نعم كان وراءها عثمان مرغني، لكن أنا تبنيته
وعندما طرحت مرة ثانية للنقاش أنا رفضت وجود رؤساء التحرير، قلت هم حينسفوا لنا نهضة الصحافة بخلافاتهم. فدي حزت في نفسي إدريس حسن وأصر أنه يفصلني من الرأي العام لسبب لا علاقة له بالرأي العام. معلوماتي أستاذ زهير في الحتة دي تحديدا أنك طلبت رفع راتبك إسوة أستاذ، لحظة أنك رأيت أنك مظلوم بناء على ما تقدمه للرأي العام وطلبت برفع راتبك أسوة بعثمان مرغني والبوني، ولما لم تتم الاستجابة يعني توترت العلاقة بينك وبين إدارة الرأي العام وتم فصلك. يعني كلام غير صحيح إطلاقا. وأنا من برغم أنه أنا من حقي طبعا من حقك من حقي يعني أطلب الأجر اللي يناسب عملي ويناسب رد فعل الجمهور تجاه عملي، لكن ده ما إطلاقا ما كان. أنا فعلا جلست مع إدريس حسن وقلت له أن ما أعمله في الرأي العام وأبذله في الرأي العام أستحق عليه أجر كذا. وإدريس حسن ما كان عنده مانع، وحتى كان نقاشنا سلس وودي جدا. وبمناسبة إدريس حسن كان يحبني جدا ويحبه، وكان يعتبرني واحد من المقربين له. ويمكن في بعض الأحيان كان بيناديني في المكتب ويستشرني في العمود اللي حيكتبه، وحتى بيكلفني في بعض المرات بأنه أكتبه وبيراجعه وبيراجعه مرة تانية قبل أن يصدر. يعني في بعض عمدته كنت بكتبها أنا كويس، وهو كان تكتبها تملية يعني ما تملية بس يعني أفكار، حتى يعني نتناقش في الأفكار. فكر إدريس حسن؟ أيوة، نتناقش في الأفكار بتاعة العمود، وهو يقول والله الكلام ده كده نغيره كده نعدله كده لحد ما نصل إلى صيغة نهائية، وبعد ذاك يبتدي يملي. هو بيقول الفكرة مرات أنا أكتب بلغتي يعني بالصياغة بتاعتي، هاي كده مفهومة مقبولة كده يعني هاي في كثير من الأحيان يعني. فكانت العلاقة بيناتنا ودية، وطرحت له في الفكرة بتاعتي أنه مرتبي عايز زيادة، فهو ما كان عنده مانع. لكن لما حصل الخلاف بيني وبينه في ناس التقطوا المسألة دي على أساس أنه هو ده السبب كويس، وهو ذاته مع حديث في حديث مع بعض دخل الموضوع ده على أساس أنه واحد من الأسباب. يعني قال للبوني أو قال لي حد أنه زهير بيطالب أنه مرتبه يكون زي مرتبكم كده. فحتى البوني رد عليه، والبوني كان رأي صديقي جدا. البوني قال له والله من حق زهير أنه يكون مرتبه زي مرتبنا لأنه أداؤه ما بيقل عن أدائنا يعني كويس. ففي ما بعد في خلاف بينه وبين ضياء ذكرها في الصحيفة، وهي ما كانت صحيحة الحقيقة دي. المعلومة دي ما كانت صحيحة على فكرة. إدريس حسن بعد فصلي بيوم واحد فقط، أنا طبعا عندما فصلت في يوم واحد بعد التقطتني صحيفة الأيام. الأيام أم الصحافة؟ الأيام. اتصلت بالأخ وائل محجوب قلت له يا أخي أنا سبت الرأي العام، إذا عندكم رغبة أنا جاهز. في نفس اليوم تكلم مع أستاذ محجوب وقال لي يو آر ويلكم تعال. طوالي ثاني يوم طوالي إدريس حسن لاقاني في مناسبة قال لي أنت مبسوط إنك مشيت الأيام؟ يعني ما هاين عليك تنتظر؟ يبدو إنه في أصدر القرار في لحظة غضب ثم ندم عليه. وفعلا عندما سافرنا بعثة صحفية إلى الكويت أنا وهو ومحجوب محمد صالح، قالوا خدت لك الخطاب في الاستقبال أستاذ، خدت لي الخطاب في الاستقبال ودي طريقته كانت. وطبعا إدريس كان راجل يعني إمبراطور إمبراطور لكن خشن خشن في التعامل مع عدد كبير من الناس. خدت لي الخطاب في الاستقبال. الأيام طوالي بدأت تهاجم في الرأي العام. ما هاجمتها، ما قال أنني هاجمت الرأي العام، ما كتبت ضد الرأي العام إطلاقا، ولا الأيام زادت تسمح بحاجة زيتي. شرحت ظروف خروجي من الرأي العام، شرحتها لكن ما هاجمتها. شرحتها أيوة، شرحت ظروف خروجي من الرأي العام. رد عليك الأستاذ علي عتباني؟ لا، ده أنت ده لما ده حاجة مختلفة. ده كان لما أنا لما اسمه مرغني جاء الصحافة انتقل من الرأي العام إلى الصحافة. أنا كتبت عمود رحبت فيه بعثمان مرغني في الصحافة. أنت كنت في الصحافة؟ أنا كنت في الصحافة في الوقت ده، طلعت من الأيام ومشيت الصحافة. رحبت بعثمان مرغني؟ رحبت الخارج من الرأي العام. رحبت من عثمان مرغني الخارج، وده شيء طبيعي. أرحب بزميل جالب الجريدة. ما هي المسألة تكون بعد ذاك حسب اللغة يعني، قلت شنو يعني؟ ما قلت أي حاجة، قلت والله بنرحب بالزميل عثمان مرغني وإن شاء الله يجد جو من الحرية وكده،
انه عثمان كانت شكوته الاساسيه اشارات لانه الراي العام ما فيها حريه لا والحاس. دي كتبها عثمان كتب عثمان انه والله انا ما لاقي حريه في الراي العام كتبها في العمود الجبهه والصحافه وانا رحبت به وقلت والله انا رحب بزميل عثمان مرغني وحيجد الحريه وحيجد الكذا وكذا الكلام ده على اعتبار رسائل واضحه طبعا اي الكلام ده على اعتباري ما عجبه رد علي بلغه ما كويسه رسائل واضحه بانه الراي العام ما فيه حريه برغم ان انا لغتي كانت كويسه جدا والغريبه بعد 4 ولا 5 يوم التقيت انا وعلى اعتباري وتصافينا وكان شيء لم يحدث ذات الجلبه استاذ زهير واكبر عندما خرج الاستاذ زهير من صحيفه السوداني انا رغم انك بعت طوعا اسهمك في جريده السوداني ورغم انك قبلها بموجب العقد وبموجب التراضي استمريت بعد شراء الاخ جمال للصحيفه كاتب باجر انا افتكر انه اجر مجدي جدا في ذلك الزمان واحتفظت بنفس مساحتك مساحه العمود في نفس الموقع يعني من الصحيفه اول حاجه انا اقول لك انه هو ما كان اجر مجزي لسبب بسيط سنة كم الكلام ده كان؟ الكلام ده سنة خروجنا من الرأي العام من سوري خروجنا من السوداني كان تقريبا حوالي 2008 2009 أنا ما بتذكر التاريخ 8 مليون وقتها كنا بناخذ 8 مليون لكن هل تعلم مبلغ كبير يا أستاذ هل تعلم يا بكري إنه في السوداني 2006 أنا مرتبي كان كم؟ 4000 دولار أمريكي اللي هو كان 8 مليون دي ذاته الدولار كان بيساوي جنيهين سوداني كنت باخد 8000 جنيه سوداني ما تعادل 4000 دولار واذكر في مره من المرات انا كنت في القاهره وطلبت من الصحيفه انها ترسل لي مرتبي بالعمله الصعبه فارسل لي مبلغ 4000 دولار وبالتالي معناها لما بعد كده الدولار ارتفع والقيمه بتاعت الجنيه تدهورت 8 مليون كنت باخدها في السودان ما كانت بتعادل 8 مليون جنيه الاولى كويس انا اول حاجه انا ارد على انه انا ما بعت طوعا اسهمي في السوداني ودي الحس المشكله اللي ظهرت اخيرا انا ارغمت على بيع اسهمي كيف ارغمت يا استاذ اوريك ارغمت كيف وانا في كندا كنت مساهم في صحيفه السوداني وجزء من أصحاب الصحيفة أو الشركة الحقيقة جزء من أصحاب الشركة وهنا عندي دي شهادة أنا ما أعرف الكاميرا بتاعتكم تقدر تجيبها ولا لا نعم بس قبلها كده للكاميرا نعم أيوة عندي شهادة بتاعت صادرة من شركة دار السوداني للطباعة والنشر المحدودة عن أسهمي عدد أسهمي وقيمة هذه الأسهم ورأس والمبلغ المدفوع أسهمي كانت في الوقت ذاك اللي هو 2000 حسب الشهادة الصادرة بتاريخ 2009 عدد أسهمي 270 نعم الشهادة ظهر في الشاشة نعم تفضل نعم وتساوي قيمتها 270 ألف جنيه 270 ألف جنيه أي المدفوع منها 90 ألف جنيه المدفوع منها 90 ألف جنيه طيب ده سنة 2009 طيب 2010 عندما أرغمنا على بيع الأسهم ده عقد تنازل عن أسهمي للشخص جاء به جمال الوالي ليمثله أو لينوب عنه أو ليكون واجهة له كويس تم بيع أسهمي شراء أسهمي عفوا بأربعين ألف جنيه كل أسهم المئتين وسبعين تم شراءها بسبعين ألف هل أنا يعني هل جننت أنا دافع تسعين ألف وقيمة أسهمي مئتين وسبعين ألف لما يبيعوني لها بأربعين ألف حكون بايع طوعا من البياعك يا أستاذ طيب أنا أحكي لك القصة قصة إنه اتصل بي محجوب عروة وأنا في كندا على الهاتف قال لي يا زهير يا أخي أنا مضطر أبيع أسهمي لانه في مشاكل ماليه وكده تتعلق بالقرض بتاع المطبعه وكده وانا اذا ما بعتها حخش السجن حسب الاتفاق اللي تم بيني وبين المشترين وكده فقلت له طيب كويس وانا علاقتي بالموضوع ايه فقال لي لا هم ارغموني قالوا لي لازم بقيه المساهمين يبيعوا وإلا ما حنشتري منك
ده كلام محجوب عروة لي، إنه لازم بقية المساهمين يبيعوا، فإنت وأسهم مرغني لابد أنكم تبيعوا أسهمكم عشان هم يشتروا مني، ده شرطهم. يا أستاذ ما في مانع، إذا أصلا ده شرط عشان إحنا عشان أنت تطلع من الموضوع ده ما عندنا مانع نبيع. فقال لي طيب هتبيع بكم وكده؟ قلت له لا انت التفاصيل دي خليني اتكلم فيها مع الزول اللي حيشتري مني. ففعلا في مكالمه اخرى تكلم معايا الزول مندوب جمال والده وقال لي والله كل الكلام اللي قال لك محجوب هو صحيح، يعني لا بد انك تبيع عشان احنا نشتري من محجوب عروه، ونحن اتفقنا انه نشتري منك ب40,000 لكن اسهمي ما اكثر من كده، اسهمي بتساوي 270,000، انا دافع منها 90,000 وفي مطبعه قيمتها $1,000,000 فلازم تدفعوا لي قيمه الاسهم بتاعتي او مبلغ قريب منها، وانا اقترحت 100,000 باعتبار انه اتنازل عن 170,000. فرفضوا. اتصل عليه محجوب عروه ثاني قال لي يا زهير يا اخي الناس دي قالوا انت بيت تبيع الا ب 100,000 الا ب 100,000. قلت له يا استاذ محجوب عروه يعني اخسر؟ فقال لي يا زهير بقدر الموقف. قلت له خلاص اوكي. ده ما ارغام يا استاذ؟ لا ده ما ارغام. ما كيف انت ما ارغام استاذ زهير؟ انت سجلت موقف لصالح الاستاذ محجوب عروه، لا يمكن توصفه بانه ارغام. ارغموني انا ابيع عشان ما يدخلوا محجوب السجن؟ ده ما ارغام. ما انت انت كشخص كان ممكن ما تبيع وما تحصل لك حاجه. لا انا لو ما بعتها فانت قدمت محجوب موقف حيخش سجن. ما خلاص، ما انت عملت موقف لصالح محجوب. انا عملت موقف لصالح محجوب ولا امن بها عليه، ولو تكرر مره اخرى لفديت محجوب عروه 100 مره بحياتي وليس بالاسهم. اذا كويس، ارغام دي ما دقيقه. لا دقيقه، لانهم هم كانوا عارفين انه نحن في موقف ضعيف، عارفين محجوب في موقف ضعيف، عارفين اننا نحن في موقف ضعيف نسبة لصداقتنا مع محجوب عروه، وبالتالي دار يفرضوا علينا الثمن اللي هم دارين يشتروا به. ده ارغام يعني، ده انا بفتكره مش ارغام، ده عدم اخلاق. هم منو يا استاذ؟ احنا سبق انه اخذنا منك مداخله في حلقه خصصت لقضيه السوداني، وانت فيها اطلقت العديد من الاتهامات، يعني قلت انه هناك جهات وراء يا استاذ بكري. معروف انه جمال الوالي كان واجهة للمؤتمر الوطني ومؤسساته واجهزته، كان واجهة معروف في كل في مجالات كثيره. ما معروف لمن يعني يا أستاذ؟ يعني 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 حتى يعني معروف للعامه كلهم، لكل الناس. حتى الليله في تحقيقات بتدور عن انه جمال الوالي كان واجهة للمؤتمر. جمال الوالي جاب قروش من وين؟ وارثه؟ يعني الشغل بتاعه مع صلاح ادريس البسيط ده بيجيب كل المبالغ الضخمه دي؟ ما في زول قادر يحدد مع يعني قروشه قدر. لا خليه يحدد لنا هو. لا ما في قانون من اين لك هذا يا جمال الوالي؟ تعال ورينا قروشك دي جاي من وين. يعني في ذات الحلقه تكلم لنا عن انه جاب قروشه من وين، تكلم عن كلام اللي قاله ده. انا سمعته ده كلام ما مقنع. كنت مشارك في يجيبه يجي هو لو هو زول. لكن انا داير اقول انه حتى الان التحقيقات ما هو في حاجات يا استاذ زهير حصلت ونحن وانت وكل الناس شهود عليها. السيد جمال الوالي تم ايقافه او تم اعتقاله لما حصلت الثوره الاخيره دي، لما نجحت من اوائل الناس الذين تم اعتقاله. صحيح. ودع المعتقل. صحيح. والتحقيقات ما ادت لحاجه. ما كان في تحقيقات. طيب تم اطلاق صراحه. ما كان في تحقيقات. تم اطلاق صراحه. لبساطه لانه الوقت ده كان في خلاف بين العسكر وبين المدنيين، الرؤيه ما كانت واضحه. في ناس دخلوهم ومرقوهم بدون ما في زول عارف يكون دخلوهم ومرقوهم ليه؟ المسألة دي ما معروفة. وقت ذاك ما كان في أي تحقيقات. جمال الوالي لم يتم التحقيق معه واعتقل ثم أطلق سراحه. في ناس كتار حصلت له نفس العملية دي، واعتقلوا ثم أطلق سراحه. وفي ناس هسه معتقلين ولم توجه لهم تهم. الآن السيد جمال الوالي ما مطالب في أي قضية، ما عنده تكليف حضور، ما مطلوب القبض عليه. صحيح. تم وخلاص. ما انت الان بتقول في تحقيقات. خليه الان صحيفته تمت مصادرتها قبل فتره، الان انت تعلم يعني انه تم ارجاع الصحيفه لانه اصلا التحقيقات ما ادت لحاجة. لا بالعكس، الصحيفه ما ارجعت لانه التحقيقات اثبتت انه بريء. لا الصحيفه ارجعت لانه ما لقوا على حاجه في النهايه. لا كلام ده ما صحيح يا بكري. الصحيفه ما ارجعت لانه
جمال الوالي لقوه بريء او انه القروش دي حقته. الصحيفه ارجعت لانه الصحيفه كصحيفه لابد ان تصدر سواء كانت باشراف جمال الوالي او تحت ادارته او باشراف الدوله. الدوله عملت شنو؟ اعادت الصحيفه للصدور تحت اشراف مفوض اللي هو الاخ براق النذير. نعم. يعني جمال والي ما عنده اي سلطه عليها لا ماليه لا اداريه. استاذ في مؤتمرات في مؤتمرات بالمناسبه دي خليني اهدي الكلام شويه واهني الاخوان والاصدقاء والصحفيين كلهم هم زملاء اعزاء واصدقاء اعزاء بصحيفه السوداني على صدور الصحيفه ابتداء من ضياء الدين بلال وحتى غفير الباب. نعم. لانه هذه الصحيفه جزء مني من دمي من شراييني. يعني دي صحيفتي انا في المقام الاول مش بمساهمتي فيها بكتاباتي فيها وبنشري بتعليتي لقدرها. استاذ زهير جمال الوالي تحدى الاخ ضياء الدين بلال نحن جبناه هنا تحدى الصحيفه عملت مؤتمر صحفي لجنه ازاله التمكين عملت مؤتمر صحفي وما اثبتت اي يا اخي انا باختصار شديد اقول لك على السوداني انا باختصار شديد بقول لك الصحيفه دي رجعت بتعليمات من البرهان. الصحيفة دي قرار لجنة تفكيك التمكين كانت رافضة إصدار صحيفة السوداني وتشغيل المطبعة حتى آخر لحظة. هذه الصحيفة عندما البرهان عقد المؤتمر الصحفي الذي أراد أن يتحدث فيه عن نتنياهو لقاءه مع نتنياهو تحدث ضياء الدين بلال عن صحيفة السوداني ووعد البرهاني بإطلاق صحيفة السوداني وبعد يومين أطلق صراع صحيفة السوداني. صحيفة السوداني أطلقت بتعليمات من البرهان شخصيا أستاذنا زهير. وليس من لجنة التمكين. أستاذنا زهير أنا كنت حاضر مؤتمر أو لقاء السيد البرهان واحد أنا كنت حاضر المؤتمر. المفارقة أنه الأخ ضياء الدين ما كان حاضر ما حضر المؤتمر الصحفي. الأخ ضياء الدين ما كان موجود حتى في السودان كان خارج السودان. فمعلوماتك دي ما صحيحه لان انا كنت جزء من المؤتمر الصحفي. عفوا عفوا انا تلقى الكلام على عواهنه. لا عفوا عفوا انا حاضر يا استاذ. عفوا عفوا وضياء ما كان موجود. عفوا لا كان موجود في البلد. عفوا عفوا في هذا المؤتمر اثيرت موضوع السوداني صحيفه السوداني وحريه الصحافه. انا ربما اكون مخطئ في انه اقول ضياء الدين لكن في هذا المؤتمر اثير موضوع الصحافه صحيفه السوداني وتحدث الناس عن صحيفه السوداني. ماشي طبيعي. طيب شو طبيعي؟ ما أنا بقول لك الجريدة صدرت بتعليمات من البرهان ولا زالت الصحيفة تجرى فيها تحقيقات بواسطة إعادة بواسطة لجنة التمكين. أنا 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 ما محتاج على صدور السوداني. بالعكس أنا مبسوط جدا لصدور السوداني. أنا مبسوط لصدور أي صحيفة. حتى الليلة الكيزان اللي كانوا بدخلونا السجون وبيعتقلونا وبيشردونا وبيعزمونا في الدنيا دي والآخرة والله لو أصدروا 100 صحيفة أنا بكون مبسوط. ما عندي أي مشكلة عن الصحيفة. واشتغلت في صحف كيزانية. واشتغلت في صحف كيزانية أكيد. نعم. أو على الأقل يعني ما كيزانية صارخة لكن عندي يعني خلطة يعني. نعم. كويس؟ لكن أنا يعني بفتكر انه الصراع الاخير حول السوداني ما كان صراع حول حريه التعبير او غيره، كان حول حريه ملكيه. نحن يا اخي عندنا حقوق هضمت، عندنا حقوق اغتصبت. انا ما دار افتش على حقوقي الشخصيه لكن انا ممكن ادافع عن حقوق الدوله. دي قروش دوله، دي ما قروش جماعه الوالي. ما حتقدر تثبت الحاجه دي يا استاذ لانه انا ما بثبتها. طيب بتلغي الاتهام لشنو؟ لكن انا ما بثبتها. انت حتلغي الاتهام لشنو؟ طيب انا حودي المستندات دي هسه عند لجنه التفكيك. انا اديته مستندات انه انا اسهمي قيمته كده وارغمت على بيعها بكده. ينظروا فيها. لا انا اقصد هم نظروا فيها. انا بقصد اتهامك للاخ جمال الوالي. هم نظروا فيها. هم نظروا فيها. نظروا فيها. ما نظروا. انا مش المحكمه. في حاجه اسمها قانون. انا بقصد اتهاماتك للاخ جمال استاذ. انا بقصد اتهاماتك للاخ جمال الوالي ودي ما اول مره تتهمه. انت هنا على الهواء اتهمتني في جهاز الامن. يعني انا ما اتهمته. اتهمت انه جهاز الامن عندنا هنا في الصحيفه في القناه اسمه من اين لك هذا؟ يعني الذل فقران تعبان ما عنده قروش بكره هبطت عليه قروش. اجتهد واجتهد واشتغل بكره هبطت عليه يعني. يا بكري بكره هبطت عليه قروش يعني المسائل ما بتضرب تكون بالطريقه. قروش ضخمه جدا. يا اخي ده الدين بيقول له تعال ورينا القروش جبتها من وين. القانون بيقول له تعال ورينا القروش. كل دارينه جمال والدي بكره يجي السودان يقول لنا القروش دي جابها من وين. لماذا جمال الوالي وحده استاذ زهير؟ ما جمال الوالي. جمال الوالي انت جبت سيرته في الموضوع بتاع السودان. ما انت ناس كتار يقولوا كده. ما جمال الوالي ناس كتار يقولوا كده. العثمان يجي يقول كده، البشير يجي يقول كده، نافع يجي يقول كده، كلهم يجي يقولوا كده، يجيبوه ويوقفوه صف
دي جبتها من وين؟ وداد جبت القروش دي من وين؟ فلانة جبت القروش يعني دي من وين؟ يعني انت تتكلم عن عضوية أصيلة في الحركة الإسلامية. أنا شخصيا لو كنت النائب العام كنت بطبق عليهم قانون الصراع الحرام. أستاذنا تتكلم عن عضوية أصيلة في الحكومة السابقة عندها انتماءات الأيديولوجية المعروفة عندها مواقع التنفيذية. جمال وين من الكلام ده؟ ده رجل أعمال في السوق يعني. ما رجل أعمال في السوق، جمال كان سكرتير الترابي وخازن أسراره في منظمة، المنظمة الشعبية الإسلامية أو بتاعة الإرهابيين دي. وانا اوريك قصه جمال والي ولا ادعوك لسحب هذا الاتهام. لا لا ما اتهام ده، ده انا اكد لك كان سكرتير الترابي وخازن امواله وكان شغال معه في المنظمه بتاعت الترابي. ما كان عنده اموال يا طول بالك شويه، طول بالك اصلا ما في اتهام الترابي في يوم من الايام عنده اموال. خلينا نتهم كلام يا بكري. جمال والي اشتغل في منظمه الدعوه الاسلاميه وسابق اشتغل مع طول بالك شويه، واشتغل مع صلاح ادريس واشتغل مع منظمه الدعوه الاسلاميه واشتغل مع الترابي في منظمة اسمها شنو هي؟ مؤتمر الشعب الإسلامي. كان كاتم أسراره مؤتمر الشعب ولا الدعوة الإسلامية؟ لا لا مؤتمر الشعب الإسلامي. مؤتمر الشعب الإسلامي بتاع الإرهابيين. كان لامي فوق الترابي الإرهابيين. لما حصلت المفاصلة بين الترابي وبين البشير جمال الوالي شال كل المستندات بتاعت اللي عنده سلمها للبشير. بس من هناك انطلق جمال الوالي. المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي أصلاً كان أستاذ زهير أصلاً كان تم بموافقة الحكومة وبعلم السيد الرئيس، وعقد مؤتمره في الخرطوم، والمسألة ما كان فيها سير ولا ضيوفه ولا 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 محاضره يعني. ونحن صحفيين يعني حضرنا وده المؤتمر اللي تضرر منه السودان ولحد الليلة يتضرر منه السودان. بس الجزئية بتاع جمال دي نشال الأسرار ما كان فيها أسرار يعني. لا فيه أموال تجي من برا من منظمات إرهابية وتبرعات وتصنيع حربي. أستاذ زهير السراج ناقد كبير جدا لحد المعارضة لحكومة الإنقاذ الوطني نظام السابق، وده قد يكون مفهوم انك تكون ناقد ومعارض، وقد يكون عندك رؤاك السياسية المختلفة. انت زي مصنف يساري كده لدى الرأي العام يعني. انا ما بعرف لك حزب لكن مصنف في الطيف اليساري يعني. لو تفهمنا المسألة دي في إطار التصنيف ده في الوقت ده بتبقى المفارقة في هذا الوقت يعني. هير يلقي حكومة الفترة الانتقالية، حكومة الثورة، حكومة التغيير بحمم من النار إنجاز التعبير. أول حاجة يساري ولا ما يساري؟ شوف الناس أحرار في تصنيفاتهم. نعم. يصنفك يساري، يصنفك شيوعي، يصنفك إسلامي، يصنفك وسطي، دعلي كيفه. انا امام عندي كتاباتي تشهد لي كويس. انا يعني كاتب حر، كاتب صحفي حر، ما انتمي لاي تنظيم سياسي. يعني كاذب من يقول لك انني يعني تقدمت بطلب عضويه في يوم من الايام لحزب الاحزاب ووقعت على اللائحه وخشيت الحزب ده. لا في جامعه لا في ثانوي لا في جامعه لا في ثانوي لا في ابتدائي لا في روضه لا في اي حته. اي صح كان عندي أفكار من انضمام لأحزاب في فترة من الفترات، لكن ما اكتملت. يعني حتى في فترة ما بعد الثورة كنت بفكر انضم للمؤتمر السوداني وطرحت الفكرة دي كده طبعا. وطرحت الفكرة دي لعدد من قادة الحزب كويس، ورحبوا جدا جدا وكانوا مبسوطين، لكن بعد الحكاية ما تمت كويس. يعني الذين يتحدثون عن وضوطي في الحزب الشيوعي وغيره وغيره كلها احاديث طبعا ناتجه من فراغ. وانا لو هذا اللي قلبي تعبر عن الاحزاب دي، وانا لو قاضيه الناس اللي اتهموني في الصحف بانه انا شيوعي وانا حزب الشيوعي، ليه الشيوعي تهمه يعني؟ كان كسبت منهم مليارات. تهمه هي الشيوعي؟ لا ما قالوا انا يعني بيسيئوا لي انه انا انضميت للحزب الشيوعي بتحدث باسم الحزب الشيوعي، ودي كذبه. لو اتهمتهم ومشيت باريتهم في المحاكم بكسب منهم مليارات. بس ما اقدر اعمل كده مع انها ما تهمه. انا يساري الفكر. بمعنى شنو يساري الفكر؟ بمعنى شنو؟ ليبرالي تقدمي. يعني اؤمن بحقوق المراه، حقوق الطفله، الحريه، الديمقراطيه، كده يعني. اي حاجه بس ماكوز. اي حاجه ماكوز. انا ضد الاسلام السياسي. نعم. يعني انا ضد اقحام الدين في السياسه. نعم. لانه الدين ارفع من ان يخش في السياسه. نعم. السياسه تفسد الدين والدين يفسد السياسه.
كده فسر لنا سبب مواقفك الراهنة من حكومة الثورة. أنا كاتب حر، عندما جاءت الثورة وأيدناها وكتبنا يعني مؤيدين ومباركين، ده كان شعور شخصي، وده كنا بنهدف له. ونحن 30 سنة بنحارب، 30 سنة بنناضل، وعذبنا عذاب الويل، سجننا وانتهكت حقوقنا وغيره وغيره، وعذبنا إلى آخره، عشان دايرين نظام حر. تم اعتقالك أستاذ زهير؟ كثير جدا، كثير جدا، اعتقالات كثيرة وتوقيفات كثيرة. ما بالضرورة تكون اعتقالات أيام طويلة، لكن أنا بتذكر في واحد من رمضانات بيجيبوني كل يوم الصباح بيفكوني بعد أي، لأنه ما قريت خلال متابعتك. لا ما تم اعتقالك. كان طبعا الاعتقال الشهير بتاع سجن كوبر لمدة 3 أو 4 أيام بتهمة الإساءة للرئيس كويس، واعتقالات طبعا الرئيس السابق، الرئيس السابق يعني. واعتقالات يعني تحفظات داخل مكاتب فترات طويلة، يعني أنا شهر ويجي يفوت الشهر. ده خلاك تطلب غير حق كده، تطلب غير حق اللجوء إلى كندا؟ كده أنا ما طلبت حق لجوء، أنا ما ذهبت كندا، ما ذهبت كندا لاجئ سياسي. لا أنا ما ذهبت بلجوء، أنا ذهبت هجرة. هجرة هجرة، ما ذهبت لجوء سياسي. وكيف أمشي كندا لجوء سياسي وأجي بعد 8 شهور خاش البلد وأرجع كندا تاني؟ لا ديك بيقبلوا لا ديك بيقبلوا. يعني أنا بمشي عادي بين السودان وبين كندا، بتحرك عادي. لو أنا كنت لاجئ في كندا، الكنديين ما يسمحوا لي أجي السودان. ولو دخلت تاني كندا حيقول لي أنت كيف ترجع بلدك وتجينا راجع تاني؟ ما ممكن. أنا مشيت هجرة، هجرة عادية. أستاذ زهير، الكاتب الصحفي الحر ما قادر يقيم إنه لا زال الوقت مبكرا على هذا النقد الحارق لحكومة الثورة؟ شوف، الـ 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 كل زول عنده تقييمه الشخصي للأحداث وعنده مصادر معلوماته. وأنا شخصيا بفتكر إنه النقد هو الوسيلة الصحيحة للتوجيه والتصحيح. يعني الليلة نقد لدرجة الزم حكومة ضايعة. أيوة أيوة، لازم بأقصى العبارات. شوف، العبارة لو ما كانت قاسية وحادة وعنيفة ما بتجيب نتيجة. ممكن تكون النتيجة الهدم يعني. كويس، لا نحن ما بنهدم. يعني أنا عبارتي حادة، ده أسلوبي، ما أقول لك الرجل هو الأسلوب. أنا بنقد بعبارة حادة، في دول تاني بنقد بعبارة يعني معقولة. يلا الضرب مساوي. لكن الضرب مساوي. نعم. كويس؟ أنا بوجه كلمات حادة زي النيران زي الحمم عشان يكون عندها تأثير لدى القارئ ولدى الزول المنتقد ولدى الجهات المختصة. منا مطالبتك قبل أيام أستاذ زهير بإعدام، أنت ما طالبتها، يا ريت لو طالبتها، أنت قلت لو كان الأمر إلي لأعدمت بعض المشتبه فيهم شنقا في ميدان عام بدون محاكمة. أيوة طبعا، ده كلام مجاز لتوضيح فداحة بدون محاكمة أستاذ. أيوة لا، ده طبعا لا اقصد واحد من اقوى الاعمده في الصحافه السودانيه وعنده رواج وعنده قراء تكتب فيه انه يعدم بلا محاكمه لمجرد ولا متهمين، هم مشتبه فيهم يعني. طبعا اللغه مشتبه فيهم منك انت بس يعني. ما بيقدر يشتبه فيهم غيرك. بكري وانت من كتاب الاعمده ابو يزيد كنت عارف استعمالات المجازات المجاز اللغوي وارد. نعم. يعني احنا نستخدم كثير من العبارات والمصطلحات عشان ندي قوه للمقال. فأنا ما قصدت إنه فعلاً يجيبوا المتهم فلان الفلاني ويقدموه ويودون ميدان عام ويقطعوا رقبته. لا، أنا بقول بتحدث عن فداحة الجرم اللي ارتكب. وفداحة الجرم اللي ارتكب بيتطلب إنه الزول ده مش يعني يحاكموه كده وده يعدموه طوالي. لكن طبعاً ده ما المقصود، ده كلام مجازي. رجعت اعتذرتها؟ أنا ما اعتذرت الحقيقة. في واحدة من الصحفيات الإعلاميات الحقوقيات يعني يبدو إنها فهمت الكلام زي ما فهمه بعض الناس أو زي ما انت بتتكلم عنه، اعدام في الميدان. قلت لي يا استاذ زهير ما ممكن تقول الكلام ده وانت عمودك يعني مقروء وكده والناس بيقروه. نعم. وتقول الناس اعدموهم. في ناس ممكن يفهموا الكلام ده غلط. فانا فعلا يعني لقيت كلامه منطقي ونشرت عموده اللي هي الاستاذ رندا مختار، نشرت عموده واعتذرت في نفس العمود يعني. وبعتذر مجددا يعني، انا مع المتهم، انا بيؤمن المتهم بريحه تثبت ادانته بالتاكيد يعني، ولا بد ان يتاح له كل فرصيه الدفاع. نرجع استاذنا للمحور الأساسي، حكومة عمرها شهور، أنت والله بديت نقدها من بدري جدا يعني. قبل ما تبدأ، قبل ما تقول بسم الله يعني. صحيح. نعم. إذا كان وزير الوزراء بقول لك أنا ما عندي برنامج، أنت كيف تسكت على الكلام ده؟ ما قال ما عندي برنامج، قال ما سلموني برنامج. أنت أصلا قبل ما يعني أنا دي وضع العربة أمام الحصان. يعني أنت أصلا قبل ما يجيبوك رئيس وزراء
لازم انت تكون عندك خطه او برنامج بناء على بيجي بكره رئيس وزراء. انت ما يكون عندك خطه او برنامج جايبين لك رئيس وزراء لشنو؟ انت لازم يكون عندك رؤيه، لازم يكون عندك برنامج، لازم يكون عندك استاذنا هما 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 ما موقع تنفيذي. طيب ايه المشكله ذاتها؟ ما الرئيس الحكومه هي موقع تنفيذي، لكن الحكومه مطلوب منها مطلوب منها تعيد برنامج وتقدمه للجهات التشريعيه اللي بتجيزه. كويس. حكومه ما في جهاز تشريعي، لا جهاز تشريعي بقى مجلسين والاثنين ذاتهم ده اسجن من ده. كويس. المفروض الحكومه هي اللي تعد البرنامج وهي تقدمه للمجلسين ديل عشان يجيزوه باعتبار انه مجلس تشريعي. فكونه رئيس الوزراء يقول والله انا ما عندي برنامج منتظر ناس الحريه والتغيير ادوني برنامج بعد شهر، ده كلام غريب جدا ومضحك. تحالف سياسي مش من الطبيعي هو اللي يكون عنده البرنامج، هو اللي يعيد برنامج، هو اللي يكون عنده خطه. يا بكري تحالف سياسي شنو؟ التحالف كلام عن قوى الحريه والتغيير، ده تحالف اعلامي. والكلام ده انا كتبته كثير والناس دي زعلوا. كيف اعلامي؟ ما هي ده ما تحالف سياسي، مكونات سياسيه معروفه باسماء باحزابها بقيادات. ده تحالف اعلامي بعد. انا اشرح لك المساله باختصار شديد. قوى الحريه والتغيير دي صحيح في جهات كثير جات مضت على الاعلان بتاع الحريه والتغيير بتاع تغيير النظام وقعت عليه باسماء. في واحدين عندهم عضوين، واحدين عندهم ثلاثه اعضاء، واحدين عضو واحد تمثل رقبته، واحدين عندهم 10,000، واحدين عندهم 1,000، كل واحد فيهم ديل كويس بيقوا على حقوق الحريه والتغيير. انا ذاتي لو كنت مضيت في الوقت ده قاعد في السودان كنت بكون كنت بكون قحاتي. كويس. الناس ديل بيقوا يظهروا في عيشة الاعلام باسم عضو قوى اعلام الحريه والتغيير. لو لاحظت كمية بتاعت ناس ضخمة جدا ظهروا في القنوات الفضائية والسودانية باعتبار انه هو اعلان الحرية والتغيير. يعني الواحد ما كان بيظهر بالجهة الممثلة شخصيا. فكبرت في اذهان الناس واذهان الاعلام انه في فعلا تنظيم كبير جدا ومنظم كويس. تنظيم استاذ سوير فيه ولا الجبهة الثورية بكل حركات المسلحة عدا عبد الواحد، فيه حزب في الأمة. في الاخر اتضح انها الجبهة الثورية. فيها الحزب الشيوعي. فيها احزاب البعث على راسها البعث الاصل. يعني انت لو خليتنا يمكن لك كلامي يعني يمكن اقول لك عاد الاسلاميين وحتى الاسلاميين هم رفضوا قبولهم، يعني عاد الاحزاب الاسلاميه. نعم. لو خليتنا يمكن لك كلامي راح اشرح لك. قوى اعلان الحريه والتغيير دي هي تنظيم اعلامي. هم غير وقعوا الاعلان بتاع الحريه والتغيير ده تاري ما في حاجه. بعد ذاك شنو؟ بعد ذاك بعد ما استمرت الفتره بتاعت والله نستضيف اعلامي ولا هو قيادي في قوى الحريه والتغيير، ثاني يوم يجيبوا لك واحد شكل ثاني، ثالث يوم واحد يجيبوا لك شكل واحد، الناس فهموا انه في حاجه اسمها تجمع قوى اعلان الحريه والتغيير. لانه بيظهروا كثير في التلفزيونات تحت المسمى ده. وحقيقه ما كان في مسمى زي ده، كان في هيئه تنسيقيه صغيره كده مكونه من 4-5 انفار بتدير تنسيق بين المجموعات دي كلها وبتنقل لهم انه والله ده نسوي كده ونسوي، يعني كلام بتاع اهالي كده. ها رايكم شنو؟ يقول لهم كويس، يقوموا يطلعوا بيان. حتى الصادق المهدي لما عرض عليهم في فتره من الفترات يجوا يعملوا مجلس قيادي رفضوا باعتبار انه ما دارين مجلس قيادي، ما دارين تنظيم. فيما بعد الثوره نجحت وحققت اهدافها وكده لقوا انهم دارين يعملوا مجلس عمل ومجلس مركزي. ولحد الليله المجلس المركزي ده لو سألت اي اعضاء منه ما حتعرف، او اعضاء تفرتبوا. بقى فيه عادل خلف الله، كمال بولاد، محمد ضياء الدين، محمد وداعة، 4-5-6 انفار ديل هم اللي بيمشين الامور. ما في حاجه اسمها قوى اعلان الحريه والتغيير. ده بالمناسبه ده تحالف وهمي، ده تحالف وهمي جدا. انا بفتكر انه هو حس تحالف الحريه والتغيير ده هو السبب في سيطرة الانتهازيين على لجان قوى الحرية والتغيير في الوزارات وفي الأحياء. أوريك كيف. في ناس زمان كانوا شغالين في كل الواجهات بتاعة المؤتمر الوطني، اتحاد الشباب واتحاد المرأة وما بعرف الدفاع الشعبي والجهاديين، يعني تنظيمات كثيرة جدا، شباب البناء. ديل لما قلبت النظام سقط كده ولقوا انه في فراغ، ما في حريه وتغيير، ما في تنظيم زي ده، لا داخل المؤسسات لا داخل الاحياء، ما في حاجه زي دي. كويس.
هم ذاتهم كانوا ديل في الواجهات بتاعت المؤتمر الوطني طوال انقلبوا لحرية وتغيير. حسوا هم ديل إسلاميين، ديل حسوا هم مش إسلاميين، ما بضروا يكونوا إسلاميين، الانتهازيين وغيرهم يعني. ديل حسوا هم كانوا فاعلين في النظام السابق، كانوا فاعلين في النظام السابق، ديل حسوا هم الفاعلين في الوزارات ومسمين نفسهم لجهة الحرية والتغيير في المؤسسات والمصالح. مش كده وبس، هم لو قلنا على كده يكون خلاص والله يغيروا مواقفهم وبقت مواقفهم جديدة. لا، هم حس الليلة بيحاولوا يفرضوا وجودهم داخل المؤسسات والمصالح والوزارات دي، ويفرضوا على الوزراء وعلى الوكلاء وعلى المديرين آراءهم الشخصية. شفت كيف؟ ومعيقين العمل. وفيهم كثيرين جدا في رجال المقاومة في الأحياء كانوا شغالين في هياكل النظام الفات، ديل حس هم العاملين المشاكل الكثيرة. أنا أقول لك كلهم لكن معظمهم. نرجع لنقدك للحكومة، يعني بقى من المعتاد أنه نقرأ لك يومي عمود ناقد وسالب، يومي بشكل يومي نقد للتطبيع، نقد ل... يعني 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 عمود يكاد يكون الآن مصنف سالب تجاه الأداء الحكومي. الصحافة مهمة النقد، النقد أستاذ سهير يوم واحد ما 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 في حاجة ممكن تكون تستحق الإشادة، تستحق الحكومة يعني في بداياتها، كل حاجة استثنائية، عمرها قصير يا أستاذ، وتركتها كبيرة، تركتها كبيرة جدا، إلا حاجة استثنائية. يعني زول لما يعمل شغله ويقول له مبروك، ما أفتكر ده كلام صحيح. يعني الأستاذ لما يخش يدرس الحصة ويدرسها كويس، دي الشغلة أنا ده واجب المفروض يعمله. ما المفروض نقول له والله يا أستاذ أنت عملت شغل كويس، ده شغل أنا أقوم أطبل له في الجريدة. أنا لو في حاجة استثنائية خارقة للعادة بتستحق الإشادة أنا بشيد بها. لكن الصحافة أصلا، هي أصلا الصحافة منبع وجودها هو الإشارة إلى بواطن الخلل ومواقعها عشان تصحح. وبالمناسبة النقد هو مدح من أجل التصحيح. يعني أنا أفتكر المدح أسوأ، النقد هو الأفضل. لما أنا أنقد الزول معناه أنا عشمان فيه إنه صحيح موقفه. رؤيتك ككاتب صحفي مراقب للحل شنو؟ أنا أتفق معك إنه الأوضاع الآن على الأقل ما جاءت قدر طموحات الناس يعني. وطبعا أنا ما أقول لك الكلام بيقولوا الناس إنه التركة كبيرة، لكن حقيقة هي التركة كبيرة. أنا كنت بفتكر من الأول، يعني أنا أديك مثال وعلى صحة كلامي، حس اللي بتعمل فيه الحكومة ده كنا بنقول فيه زمان يا أخواننا يتفاهموا مع المحكمة الجنائية لأنه ده بوديكم لقدام، يا أخواننا حاولوا تفاهموا مع كل المؤسسات الدولية في العقوبات المفروضة على السودان، مش بالأحلام وبالرومانسيات والكلام الشفاف، بالأفعال. كويس؟ الناس دي من الأول لو كانوا مشوا في الاتجاه ده، تفاهموا مع المحكمة الجنائية، مشوا قعدوا وقعوا على اتفاقية سيداو، عملوا كده، كان فتحوا الفرصة للمشي اللي قدام. يوقعوا على سيداو؟ ايوه، يوقعوا على سيداو. المانع شنو؟ لو وقعت على سيداو هتثبت للعالم جديدتك في انك مع حقوق المرأة ومع الحرية ومع العدالة. مع ما في هذه الاتفاقية؟ ما فيها أي حاجة الاتفاقية، اتفاقية وقعت على كل الدول الإسلامية على رأسهم السعودية. إذا أنت متحفظ على مواد معينة قول أنا متحفظ على المواد كده وكده وكده بس. دي ما مشكلة، أنت خايف منه؟ ممكن التوقيع مع التحفظ. التوقيع مع التحفظ. خايف منه؟ لما متوقع خايف على اعرافي، خايف على ما في مشكله، خايف على قيمي. حسن يعني. ناس وقعوا باكستان والسعوديه وغيره، اعرافهم حصل فيها شنو ولا اي حاجه؟ في زول انتقدهم؟ ما في زول انتقدهم. الامارات، كل الدول العربيه والاسلاميه موقعه ما عدا ايران والصومال ودولتين ثاني. طيب لما انا اقول لهم امشوا اتكلموا مع ناس المحكمه الجنائيه، لما انت تقول ليون استاذ زهير، هل تعتقد انه الحكومه مفترض تسمع عليك؟ هل تفترض انك انت عندك ما يشبه الحق باعتبار انك كاتب كنت معارض زمان، عندك نضالاتك، تفترض انه كلمتك تكون مسموعه؟ والله بفترض انه اي كلمه الصحافه كلها عموما لازم تكون كلمه مسموعه، والا يكون ما فيها فايده. يعني اذا انا بكتب انا بتكلم عن كلام عشان انشا، احس بنوع من الحق في كتاباتك يعني. ايوه، لانه اذا انت بتكتب والبقره زي انه بيقرا قصه بتاع ارسين لوبين، ما في فايده. يعني لازم يقرا ويفهم ليه الناس زعلانين، ما انا بعبر عن راي الشارع.
والدليل على انه انا بعبر عن راي الشارع انه انا كثير جدا من الشارع معجب بكتاباتي وبيسندها وبيمشي معها. انت لابد اذا ما اذا انت ما مقتنع رد علي. الناس دي حتى ما بردوا ما بردوا، ولا وزير اعلام بيرد، ولا رئيس وزراء بيرد، ولا مكتب صحفي بيرد، ولا في زول بيرد. ما لو تابعوا الردود دي ما حيقدروا يشتغلوا. ما ضروري يردوا على اي حاجه، ممكن يطلعوا بيان صحفي. ما ضروري يردوا على زهير او يردوا على بكري. يطلعوا بيان صحفي كل فتره يوضح فيهم اتجاهاتهم. استاذ زهير بصراحه شديده وبشفافيه شديده بناء على تاريخك الصحفي السياسي، هل بتفترض انك انت صاحب حق اكثر من كثير من الموجودين اليوم في الجهاز التنفيذي؟ انا لم ازعل سلطه في يوم من الايام، ولن ازعل سلطه في يوم من الايام. انا قلمي هو سلاحي وضميري، وساموت ممسكا به. مرات بحس انه عندك اراء مصوبه انت ذكرت عرضا سيد وزير الاعلام، احيانا بحس انه استاذ زهير يصوب قلمه تجاه الاشخاص اكثر من السياسات. لا ابدا، بالعكس. انا اصلا ما انا بعلاقتي بالمناسبه مع انا صديق، وفيصل صديق جدا. انا اخذت مثال بس لانه ذكرته عرضا، يعني احنا اصدقاء جدا. يعني انا وفيصل بنتلاقى بشكل منتظم. وانا ما بوجه له انتقادات شخصيه، بوجه له انتقادات عامه. يعني مثلا لما طلع وكذب البرهان في لغة عنتبي، ما كان لغة وزير إعلام ضد، يعني ده ما وزير إعلام يوجه يقول لي رئيس الدولة أنت كذاب. ما ممكن. وما قال كذاب يا أستاذ، قال الكلام ده ما صح. معناه شنو يعني اللي يقول لك كذاب؟ هذه اللغة الدبلوماسية يعني. يعني ما ممكن يقول له أنت كذاب عديل. قال لي أنت كلامك ما صح يا رئيس الدولة. ما ممكن. أنت وزير إعلام ما في دولة تانية، أنت وزير إعلام في نفس الدولة. أصلا لو كان المفروض اللي يحصل شنو؟ وزير الإعلام طلع انتقد رئيس الحكومة أو رئيس الدولة، هو اللي قدم استقالته، لأنه الاثنين بعد كده ما ممكن يشتغلوا مع بعض. قدم استقالته ويحاول يثبت إنه فعلا رئيس الدولة ما صحيح، كلامه ما صحيح. حس الليلة في أمريكا أو في بريطانيا، ده ما نقد عادي في أمريكا أو في بريطانيا. نعم. في أمريكا أو في بريطانيا. ده ما نقد عادي، ده يمكن يكون ده أقرب للعمل داخل القنوات الواحدة. ده ما نقد عادي، الأفضل إنه يسكت. ده ما نقد عادي في أي دولة ديمقراطية، لبريطانيا أو أمريكا أو غيره. هل ممكن وزير الخارجية أو وزير الإعلام، أو ما في وزراء إعلام في البلاد ديك، أو وزير الداخلية يطلع يقول لي رئيس الدولة أنت كلامك ما صح؟ مفترض يقول له، قاعد في وظيفته مفترض يقول له صح، حتى لو كان هو في اعتقاد. لا ما يقول له صح، ما يقول له صح، يقول لي كلامك ما صح، لكن طوالي معاي استقالة. تفترض استقالة الأستاذ فيصل؟ طوالي immediately. ما ممكن تقول أنت لرئيس الدولة أنت كلامك ما صح وأنت قاعد في منصبك، وبعد يومين تجي خاشي معه المكتب عشان تقعد معه في اجتماع. واحد فيكم كذاب. ليست بالضرورة يعني. لا بالضرورة. ما أنت لما يقول لك يا بكري كلامك ده ما صح، معناه شو؟ أنا قلتها، انا كلمت حمدوك، وجاء وزير الاعلام قال لي لا انت ما كلمت حمدوك. يعني لا اقول لك انت غضاب. تقبل التصحيح؟ المساله ما خطيره يا استاذ. لا ما بتقبل التصحيح. في اي دوله، لو حصلت في اي دوله محترمه، الوزير طوالي بيقدم استقالته ويحاول يدافع عن موقفه ويثبت انه رئيس الدوله من موقع هو موقع المواطن، يثبت انه رئيس الدوله كان كاذب. زهير تعرف حساسيه الفتره وكسرت المتربصين بالحكومة الانتقالية، الناس لو انصرفوا لصراعات زي دي أو ساروا معها. وإيش معنى فيصل هاج كده لما نتنياهو ولا البرهان قال أنا قابلت نتنياهو؟ فيصل ده ما هاج 7 شهور، ما هاج، بس هيجته دي لأنه ناصري، هيجته لغاء البرهان مع نتنياهو عشان هو موافق على التطبيع مع اسرائيل. لا، استاذ فيصل حاضر في كل المناسبات ببياناته وبمؤتمراته. يا استاذ ما ممكن، ما لا ممكن. لا حاضر في كل المناسبات، ما حاضر بمؤتمراته يعني. يا اخي كل الناس ده موضوع تطبيع يا استاذ، ده موضوع تطبيع. وانت انتقدت التطبيع؟ انا ما انتقدت التطبيع. انا قلت التطبيع كان ممكن يكون لمصلحه السودان لو تم بطريقه معينه نستفيد منها نحن كسودانيين.
ما ممكن فلسطينيين يكونوا مطبعين مع الإسرائيليين ونحن دارين نحرر فلسطين اليوم. نحن نحرر فلسطين ليه؟ إذا أنتوا وافقتوا قعدتوا مع الفلسطينيين مع فيصل ما بيعبر عنك كده. فيصل ما بيعبر عني. فيصل بيعبر عن ناصر اللي مات له 60 سنة. ده اللي حس حد بيقولوا يعيش عبد الناصر وعبد الناصر مات. يقصد يعيش فكر جمال عبد الناصر. وين فكر جمال عبد الناصر؟ في مصر ذاته وين؟ نعم. في 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 زقاقات ضيقة. وين فكر صدام حسين؟ اللي بيجي يقول قوميين عرب ويحيى العرب ويحيى اللي ناي. ما في كلام زي ده. ده الناس نخبويين. ده عاجبك فكر ناصري لا بعثي لا اسلامي لا. لا بالعكس انا انا ما بتكلم عن انه ما عجبني ناصري ولا بعثي ولا اسلامي. لكن الناس متمسكين لهم باصنام. اصنام انتهت وعفى عليها الزمن. يبقوا شنو؟ ما ممكن يعني. هم بيقول لك حريه وتغيير. انت برضه راضي. هاخد كليه تعيش عبد الناصر ويعيش صدام حسين وناس ماتوا وشعوبات. نعم. دي حاجة ما مقبولة. الفلسطينيين عملوا اتفاق مع الإسرائيليين اعترفوا فيه بإسرائيل واعترفوا فيه بأنه وقفوا السلاح. سازوهير ليه ما حاولت تصل السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بهذه الرؤى بدلا عن طرحها للرأي العام بالشكل الكبير يعني؟ التقيته في لقاء عابر كده وفي وعد أنه نلتقي إن شاء الله. لقاء عابر أي لكن في وعد أنه نلتقي. عندك سابق معرفة بالسيد رئيس الوزراء؟ حمدوك طبعا صديقي ودفعتي في جامعة الخرطوم. دفعتك؟ وزميلي في السكن. أي هو كان بيدرس زراعة وأنا كنت بدرس بيطرة. وكنا ساكنين في داخلية واحدة. وكاننا أصدقاء وحتى أيام عرضت عليه حكومة الإنقاذ وزارة المالية. وزارة المالية كنا متواصلين مع بعض يعني. والآن؟ الآن تقريبا هو مشغول شديد وما في تواصل يعني. لكن امشي راح نلتقي قريب ان شاء الله. ان شاء الله. عشت معه فترة الجامعة؟ 5 سنين. 5 سنوات في الجامعة وفي السكن. في السكن. يظل السيد رئيس الوزراء يعني مع كل السيرة قريب على 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 خلينا على الاقل نقول على الاجيال الحالية، ما بيعرفوه الناس كفاية لانه عدى فترة طويلة جدا خارج البلاد. لو قلنا لك كنت الكاتب الصحفي كده عمل لنا بروفايل صغير لحمدوك. حمدوك راجل مهذب جدا كان و... كان لا يعني اقصد انا بتكلم عن انا بتكلم عن الفتره نعم كان ولا زال طالب يعني نعم لما كنا سوا نعم حمدوك راجل كان مهذب جدا يعني نعم و... 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 وهادئ جدا وهادئ نعم واضح شفت كيف ولحد حسه طبعا محتفظ بنفس سمت الهدوء الطريقه دي يعني ما كان بتاع مشاكل و و وبس ما كان بارز سياسيا يعني ما كان زول بتاع كان اكاديمي اكثر ولا ما حتى اكاديمي دي ذاته ما بالمستوى ده يعني يعني ما كان بارز سياسيا خليني في سياسيا دي طيب في سياسيا يعني ما كان صاحب مواقف سياسيه واضحه لا مش كان منتمي هو او خطب كان منتمي لكن طبعا انتباهه ذاته يعني انا ما كان عضو في الحزب الشيعي متاكد منه يعني لكن هو ما كان يعني ما كان بيمارس نشاط سياسي بشكل واضح ما كان بيمارس نشاط سياسي بشكل واضح يعني ما كان بيخطب في منابر ما كان بيتكلم في ندوات ما كان بيعمل كده يعني ما كان بارز بشكل سياسي يعني احنا كنا بارزين اكثر منه يعني برغم كنت بارز شنو؟ مستقل انا كنت مستقل لكن كنت يعني بصارع في الندوات في بتكلم في اللقاءات السياسيه بشارك في انتخابات بطلع مظاهرات كلام زي ده يعني كويس لكن حمدوك كان رجل هادي حكيم كده رزين اكبر من سنه يعني يعني ما ما صفه طالب يعني وزول ده حبوب يعني والناس يعني ممكن تتقبله بهدوء شديد يعني بدليل انه الان عليه اجماع كبير يعني اي هو هو راجل فعلا يعني كاريزما بتاعته عاليه استاذ زهير واحده من متابعاتنا برضو الان انت تحدث نوع من المواقف المتقاطعه داخل الوسط الصحفي تحاول برضو زي ما انك تسمع الحكومه كلمتك خلينا اقول لك من عندي تفرض على مواقفك ورايك داير تمارس نفس النهج في الكتابه الصحفيه على اجسام الصحفيين داير تفرض نفسك راعي او مسؤول لشبكه الصحفيين
داير تفرض نفسك موجه للجسم الجديد ده، لجنة استعالة النقابة الصحفية، تمارس نوع من السيطرة على بعض الزملاء الصحفيين. هذا يعني الكلام ده غير صحيح إطلاقا، وبسببك فصلت زميلة يعني. الكلام ده الكلام القليل الماضي. نعم. الكلام ده ما صحيح إطلاقا يا بكري. نعم. ودي معلومات خاطئة وللأسف. أول حاجة طبعا أنا يقدر جدا الزملاء الصحفيين بكافة اتجاهاتهم ومواقفهم في كل تجمعاتهم برغم خلافاتهم الكثيرة وصراعاتهم، لكن أنا دار أقول لك كلام، أنا ما حاولت أفرض رأيي في يوم من الأيام على زول ولا حتى ناس بيتنا يعني. كويس. داخل حتى بيتي. شفتك شنو معنا الشبكة؟ الشبكة أيوة. المشكلة وين؟ المشكلة وين؟ المشكلة حقيقة نحن التقينا أنا والأستاذ محجوب عروة والدكتورة بخيتامين في واحدة من الندوات الإعلامية، فتطرقنا لموضوع الخلافات بين الصحفيين. كويس. فالأستاذ محجوب عروة اقترح انه نحن نمشي للاستاذ محجوب محمد صالح باعتبار انه هو متولي محاوله بتاع الصلح بين الاطراف المتنازعه، واتفقنا على انه نمشي في يوم الثلاث قبل اسبوعين او ثلاثه. ففعلا مشينا لمكتب الاستاذ محجوب وابتدينا نتكلم معه في الموضوع، وقال محجوب والله من حسن الصدف انه الناس دي حاسه مجتمعين تحت في المكتب بتاعي تحت، فيا ريت تمشي تنضموا لهم وكده وبيكونوا هم مبسوطين عشان الحكايه دي. وقبلنا دعوه الاستاذ محجوب باعتبار انه كبيرنا واستاذنا وكده. مشينا قعدنا مع الناس دي، رحبوا بينا، كان في مجموعه من الصحفيين موجودين خمسه او سته من اطياف مختلفه. وكانت راس الاجتماع الاستاذه الجليله مديحه عبد الله. فتحدثنا عن انه لابد من ضروره لم الشمل وكده والصحفيين ونبذ الخلافات والشقاقات، وتقبلونا بصدر رحب ونفضل الاجتماع وكلفونا بتكاليف معينه لازم ناتي بها في الاجتماع الثاني. الاجتماع الثاني انا كلفوني، كان انا اقترحت انه يعني نعمل هيكل جديد لنقابه الصحفيين، بدل ما تكون في لجنه تنفيذيه وجمعيه عموميه، انا اقترحت انه نسبه لامتداد الشاسع للسودان وزياده عدد الصحفيين وتطور الصحافه الى الكترونيه وموبايل وورقيه ودور نشري في مناطق مختلفة وفي مراسلين صحفيين في الأغاليم، اقترحت أنه الهيكل بتاع النقابة يكون في هيئات نقابية في الولايات، يعني بعدد معين، يعني ما بالضرورة يكون في كل ولاية هيئة نقابية، لكن يكون في مجموعة من الولايات مثلا إذا ما كان في عدد كافي يكون في هيئة نقابية، والهيئات النقابية دي يجوا منها ممثلين يشكلوا الجمعية العمومية بتاعت النقابة اللي هي بتنتخب اللجنة التنفيذية. ده عنده ميزات كثيرة. أول حاجة الميزة إنك لما تعمل انتخابات النقابة ما بالضرورة تجيب كل الصحفيين الخرطوم وتعطل العمل الصحفي. الحاجة الثانية بتقرب المسافة بين الهيئة النقابية أو بين النقابة وبين أعضائها في الأقاليم، لأنه بكون عندها هيئة نقابية قريبة بتقدر تعبر عنها وتدافع عن حقوقها. في النهاية يبقى رأي. في الآخر يبقى رأي. أنا ما فرضته على زول. وده الكلام ده كان واضح وكلفته بإنه أعمل هيكل أجيبه للاجتماع اللي بعده. جيت الاجتماع اللي بعده والناس ابتدوا يتكلموا في انه الناس دارين منو يكونوا اعضاء في الهيئه في النقابه. فطرح تم طرح سؤال بواسطه الاستاذه مديحه، هل انتم دارين ناشرين يكونوا جزء من النقابه ولا لا؟ الناس قالوا اراهم. انا رايي كان الاتي، انه يا اخوان الناشرين ديل يكونوا جزء من النقابه لاسباب كثيره. اول حاجه هم فيهم عدد كبير صحفيين، وبالتالي ما المفروض يحرموا من وجودهم داخل النقابة. أو ممكن يكونوا كويس بالبعض يكونوا أعضاء يعني. أي. الحاجة الثانية قلت لهم لما الناشرين يكونوا جزء من نقابة الصحفيين بيكون قرارات نقابة الصحفيين ملزمة لهم إذا حصل أي حاجة إشكالية. الحاجة الثالثة وجودهم داخل نقابة الصحفيين بيقرب المسافة بينهم وبين الصحفيين، وبالتالي يمكن حل المشاكل اللي بتنشأ بيناتهم بسهولة شديدة جدا. الحاجة الرابعة بيعتبر تقوية للنقابة باعتبار انه النقابة عندها خصوم خارج الإطار ده، وممكن يكون كلهم لحمة مع بعض والناس تواجه الصراع اللي بيحصل مع الجهات الخارجية متحدة. كويس. ده كان كلامي طرحته. في ناس طبعا قالوا رأي مخالف. كويس. من ضمنهم الأستاذة والصديقة العزيزة لبنى. وأنا بحترم لبنى عبد الله. نعم. لبنى عبد الله وأنا بحترم رأيي جدا جدا يعني. قالت والله احنا ما دارين ناشرين صحفيين لانه بيناتنا في صراع.
كده في تعارض مصالح. وعلى هذا الأساس أنا اعتذرت الحقيقة لأنه كان عندي ارتباط سابق، اعتذرت عن إكمال الاجتماع، مش عشان السبب ده، اعتذرت عن إكمال الاجتماع. وأنا طالع اتصل علي الأستاذ محجوب عروة، هو كان مفروض يجي الاجتماع وكلفني أنه أنا اعتذر. فقام سألني قال لي يا زهير اعتذرت لي عن الاجتماع؟ قلت له بيذكرني أو عشان ما اعتذرت اعتذر. قال يا أستاذ اعتذرت لك واعتذرت لدكتور بخيطة لأنها برضا ما حضرت. فقام قال لي الأستاذ لبنى موجودة في الاجتماع؟ قلت له أيوة موجودة. أنا افتكرته بيسألني لأنه دار يطمئن على أنه في زول بيمثل جريدة جريدة السوداني. وعلى هذا الأساس مشيت السودان الدولية. السودان الدولية. بعد ثلاثة يوم فوجئت في خبر منشور أنه أنا حاولت أفرض رأيي واصلت مع محجوب على أساس أنه يفصله يعني. واصلت مع محجوب على أساس أنه يفصله لأنه هي ضد الناشرين، وده كلام ما صحيح. فيما بعد اتضح أنه ذاته بعد ما تداولنا في الموضوع اتضح أنه الأستاذة لبنى ذاته ما فصلت، تقدمت باستقالتها لأشياء ما لها علاقة بالكلام الدار داخل الاجتماع، لأشياء لا علاقة بصحيفة السودان الدولية. نعم. خلافات بيناتهم داخلية هناك، وتقدمت باستقالته وكده. وحتى محجوب قال لي يا أخي أنا ممكن أديك صورة من الاستقالة. قلت له والله جدا أنا ما عندي مانع، لكن ما في الكلام الورد في النشرة دي كلام ما صحيح ومعلومات ما صحيحة، وأنا بعذرهم يعني الحقيقة لأنه التوتر بيناتهم شديد الناس ديل، وعشمان في انه برضو لسه لم الصف. وانا يعني بقدر الصحفيين كلهم واحترمهم واحترم ميولهم واهوائهم واحترم خلافاتهم حتى وصراعاتهم، وحتى الكلام اللي كتبوه ضد دانا يعني ما اخذ عليه اي حاجه بتزعل او كده، او ما زعلت منهم انه نحن في الاخر في كار واحد يعني. نعم. لا ما تبقى لنا الا ان نديك الفرصه الاخيره تعقب وتعلق، لكن قبلها انا عايز اسالك يعني ما الذي بقى من علم وعمل البيطرة؟ انا طبعا درست طب بيطري وتخرجت من جامعة خرطوم، وبعد ذاك درست ماجستير علم طفيليات الامراض. كنت اول زول في السودان ولا زلت الاول يعني، ما جا زول بعدي تاني، وللاسف انا بعد كده انصرفت عن الشغل بتاعي ده الى الصحافه وغيره. كنت اول زول يعزي الميكروب الليشمانيا اللي هو اللي بيسبب الطفح الجلدي ده، او سمينا الذباب الرمليه. عزلته من بعض الكلاب والفئران في الخرطوم، وده كان فتح علمي يعني اعجب كثيرين جدا. وانتقلت منه الى مرحله الدكتوراه، بديت في معهد الامراض المتوطنه. والحقيقه دي فرصه عظيمه جدا، والحمد لله انك ذكرت علي، لاشكر يعني استاذين من اجل الاساتذه اللي انا تتلمست على يدينهم، والبروفيسور احمد محمد الحسن العالم السوداني الجليل، والطبيب هو طبيب بشري والطبيب واختصاصي الامراض، والعالم الكبير المنشور له ابحاث في كل العالم. وبالمناسبه والله الصحافه تظلم العلماء دي الظلم يعني. صحيح. وضيع. نعم. العالم كله يحترم بأحداث اليوم. نعم. العالم كله يحترم البروفيسور احمد. ايضا تحياتي وتقديري للاستاذي بروفيسور منتصر الطيب، استاذ علم الجينات، برضه من المشهورين جدا في العالم. كانوا هم المشرفين على البحث بتاعي. ايضا اشكر يعني الصديق والاستاذ الجليل في معهد امراض مطلطنة ابراهيم محمد الحسن، كلهم ناس عاشرت معهم فتره جميله جدا. انتقلت بعد كده من معهد امراض المتوطنه في جامعه الخرطوم الى نوبل، حيث اكملت الدكتوراه يعني، عملت الدراسات البحثيه هنا، وهناك كملت المعامل واخذت الدكتوراه من هناك. وحس انا ما بعدت بالمناسبه، انا لسه ادرس هناك علم الاحياء الجزيئيه والحافظ النووي. كم سنه في كندا يا استاذنا؟ انا لي 12 سنه. حس حملت الجواز الكندي بدري جدا، من اسهل الجوازات اللي بتعملها. يعني بعد 3 سنين بالسنه الرابعه بتاخذ الجواز يعني، ما صعب جواز الكندي. نعم. من الجوازات السهلة. ده بالنسبة للبيطرة يعني. ما بعدت يعني، أنا أستاذ في الجامعة هنا أسست الحمد لله. أنا برضو مناظير اسم العمود ده جاي من المجلة؟ أبدا والله. مناظير أنا بتذكر لما أنا كنت في الرأي العام وإدريس حسن كلفني أكتب عمود سياسي. قمت بفتش عن اسم العمود. فكلفت الزملاء في الصحيفة إنه يختاروا لي اسم عمود. ففي أختنا مصححة اسمها نعمات قرني. نعم.
فهم كلهم كانوا بيفتشوا في الاسم يقول لي كده كده كده. فهم قامت نازلين قالت لي ايه رايك في مناظير؟ سبحان الله. فعجبني الاسم جدا لانه مناظير ممكن تشخيصي وعلاجي وكده يعني. ومكبر ومكبر. استاذنا الله شاكر لك جزيل الشكر يعني سعة الصدر و... وانا شاكر جدا الأسئلة. يا بكري وانا بالمناسبة بس خليني اقول كلمة اضافية يا اخي. انا بحيي في المناسبة دي اسرتي الصغيرة الحسة في كندا زوجتي وابنائي. تحية لهم الله والتحية لكل السودانيين تعبوا معي جدا يعني. بالمناسبة في الصحافة دي تعبتهم جدا يعني. اولادي زمان من طرقات الامن المتكرر على الابواب ما كانوا بنوموا الليل وابوي ما كان بنوم الليل لحد ما احنا هاجرنا كندا حتين بعد كده بيقولوا ينوموا مشوا هناك. انا دار اقول انه واحد من الناس اللي عندهم فضل كبير جدا جدا علي في حياتي وفي عملي الصحفي ده ابوي، لانه وانا طفل عمري 3 سنين بيجيب لي ميكي وسمير والصبيان والعربي وبتاع وبيقعد يتناقش معي في المقالات وكده وفتح قدامي شهية كبيرة للموضوع ده. فأنا بترحم عليه وبشكره ربنا يرحمه وحي والدتنا اللي صبرت علي كثير من الحاجات ومع أخواننا وأخواتنا وكل الأسرة الكريمة. وشكرا لك يا بكري كثر خيرك كثير والله على الحوار الجميل ده وأنا يعني شاكر ومقدر ولقناة الوان ولأستاذ الصديق حسين خوجلي. نعم. وعلى فكرة حسين خوجلي كان قدامي في الجامعة في المدرسة الأهلية. لا أنت بالكلام ده أنت القدام وأنت صحفي من سنة 80. هو قدامي في المدرسة الأهلية ودربان. نعم. أنا كنت في أولى وهو كان في تانية. لكن بعد ذاك لأنه هو كان مشاغب سياسيا اتفصل. نعم. ومشى تربى في مدرسة تانية. تحياتي له. تبلغ إن شاء الله والتحية لك ولأسرتك الصغيرة والممتدة والتحية لكل السودانيين عندنا جالية معتبرة ومحترمة وجالية والله أنا متواصل مع العديد منهم في كندا يعني. كتر خيرك كثير استاذنا. شكرا استاذ بكري كتر خيرك. شكرا للسادة مشاهدي قناة ام درمان الفضائية. انتهى الزمن المخصص لهذه الحلقة من مثيرون للجدل والى لقاء في حلقة قادمة الاسبوع القادم. كونوا بخير.